أن كانت لم يتنبه إلى مقولة اللغة. علم النفس المعاصر يتكلم عن اللغة التي إذا انتزعتها انتزعت سر العقل. جميع الدراسات السيكولوجية الآن تشد العقل إلى التفكير اللغوي، بل أكبر دراسة نقدية لمقولات أرسطو هي الآن هي ليست لمنطقي بل لإيميل بنفينست، وبنفينست هو عالم لسانيات، واسترجع المقولات المنطقية العقلية الأرسطية ليؤكد أنها مجرد مقولات لغوية. هناك دراسة جميلة قرأتها آخر ما قرأت في منذ حوالي شهر، دراسة سيكولوجية حول سر الإنسان أين يكمن، ما هو السر في التفكير في العقل البشري. والقائم بهذه الدراسة هو عالم نفس يعني مبتدئ يعني شاب يعني. لما حملت زوجته قرر أن يقوم بالتجربة، فذهب إلى بعض الحدائق الحيوان ليشتري أذكى حيوان هو الشمبانزي، ليبحث عن قردة حامل تكون متناسبة في التوقيت مع زوجته الحامل، وفتش عن أكثر من قردة يعني، لأنه حتى خص اليوم الذي يقول هابي بيرثداي تو يو لابنته يقول هابي بيرثداي تو يو للشمبانزية التي تولد. وكان قد عمل ليكوغرافي يعني شاف البطن يعني بالمنظار فوجدها أنثى، فكان يبحث عن قردة حامل تلد له أنثى. في نفس التوقيت نظم العملية وأخذ قردة الشمبانزي الوليدة مع ابنته أيضا الوليدة وأدخلهم إلى البيت ليخضعا معا لنفس نمط التربية، يلبسان نفس اللباس، يأكلان نفس الطعام، يلعبان نفس اللعب، ويتعاملا هما معا مع الشمبانزي ومع ابنتهما بنفس التعامل. في الشهور الأولى والبيت مجهز بكاميرات دقيقة لدراسة التفاعل الوجداني والعاطفي والحركي والسلوكي للقردة وللبنت، لاحظ تقدما هائلا جدا لقردة الشمبانزي، تطور كبير جدا، قدراتها في التفاعل وقدراتها الحركية كانت أحسن من الإنسان. في الشهور الأخيرة من العام الأول حدث فارق، فصارت البنت أكثر تطورا بكثير من قردة الشمبانزي. ففتش عن السر، اللغة. بمجرد ما بدأ اكتساب اللغة بدأت قدرة الإدراك وقدرة التفاعل مع الوجود وقدرة التفاعل مع الأشياء واللعب ومع اللباس ومع الحركات ومع الآخر متطورة جدا عند البنت ومتأخرة عند الشمبانزي. لهذا كما قلنا بإشارة سابقة، القرآن الكريم عندما يتحدث عن آدم، أنا دائما عندما أقف عند تلك الآية أقول يستحيل على رجل يعيش في بيئة صحراوية في منذ 1400 عام أن يأتيه هذا الإدراك أن عملية الخلق الأولى للإنسان ثم عطاء إلهي. ماذا ننتظر نحن حتى المفكرين والمثقفين منا؟ خلق الإنسان وننتظر العطاء من أول من الإله، نحتاج إلى شيء. حتى تجد حتى ذلك الشاب المتقافس بالفلسفة الإلحادية سيقول لك أريد تويوتا، يعطيه سيارة يعطيه شيء يعني عطاء مادي. لا، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. أول عطاء هو الأسماء. من أين هذا الإدراك
لمحمد عليه الصلاة والسلام. من أين جاء هذا الإدراك أن آدمية آدم لكي تكون وتتحقق تحتاج إلى تعليم الأسماء كلها، تحتاج إلى المقدرة اللغوية؟ سر العقل البشري ليس كما قال كانط في العقل ذاته أو في المقولات ترانسندنتالية، سر العقل البشري في مقولة اللغة هي الأولى، كان ينبغي لكانط أن يستحضرها. لأنك حتى أنت مثلا لو صمت، حاول في لحظة صمتك أن تأتي ولو بفكرة واحدة بدون استعمال الحرف والكلم، يستحيل عليك، كأن عقلك يتوقف عن التعقيل بدون لغة، كأن عقلك يتوقف عن التعقيل بدون لغة. ولهذا ابن جني رحمه الله في كتاب الخصائص احتار في كلمة كلها، وعلم الآدم الأسماء كلها. لماذا قال الله عز وجل كلها ولم يقل وعلم آدم الأسماء، وهو رجل اللغة المعتني في كتاب الخصائص بكشف سر اللغة، وجاء بآراء المفسرين وآراء حتى أستاذه أبو سليمان. ومن بين الآراء المهمة أنه خطأ القول القائل بأن ما معنى علم آدم الأسماء كلها، يقول بعض المفسرين أنطقه بجميع لغات الأرض، فقال ابن جني هذا من العبث، يعني ما معنى أن نقول له هذا قلم، هذا بان، هذا ستيلو، لا يكفيه قلم. قال علم آدم الأسماء كلها ليس أعطاه اللغة، لا، أعطاه القدرة على إبداع اللغة، فأعطاه الأسماء كلها. ولهذا لاحظ الطفل عنده لذة كبيرة في تسمية الأشياء، وعنده سبق لك في تسمية الأشياء، بل أحيانا يسمي الأشياء بغير الأسماء التي تسميها أنت، ويصبح أهل البيت والأم يسمون الأشياء بتسمية الطفل. تنقلب الآية. اللغة خطيرة جدا كمقولة عقلية. هنا أتذكر حيرة ذلك الأنثروبولوجي هنتر بيد عندما زار بعض قبائل يعني غينيا بيساو، يعني غينيا الاستوائية، في قبيلة شبه بدائية. فعندما دخل إلى هذه القبيلة هو دخل لدراسة نمطها التصوري التمثلي للوجود. عندما نريد دراسة نمط تصوري وتمثلي للوجود في الأنثروبولوجيا نبدأ دائما بالأساطير، يعني محكيات وسرديات تلك القبائل. لكنه أثناء تجوله كان يوم السوق، فلاحظ ظاهرة غريبة في السوق. يأتي الشخص ويأخذ مثلا شيئين، لم يكن هناك نقد، إنما العملية التجارة تتم بالمبادلة بالمقايضة، فيعطيه للشاري للبائع شيئا ويعطيه البائع اثنين. والعملية التي لاحظت كانت رمحا، أعطاه عفوا قوس نبال، قوس مع نباله، أعطاه قوس الصيد، وقام البائع بإعطاه يعني تقريب من خناشي ديال الحنطة، يعني الحنطة هي القمح، يعني فأعطاه سلتين من القمح ثم قام ذلك الشخص مرة ثانية بإعطاء قوس جديد، وأعطاه البائع سلتين من الحنطة أي القمح. قد نقول قد تقع لنا أيضا، تريد أن تشتري شيئا ثم تتفكر بأنك ممكن تستزيد، لكنه عندما تجول في السوق لاحظ العملية كلها تتم بتلك الطريقة، فاحتار، فأصبح موضوع بحثه لماذا هذه العملية، لأنه قام هو نفسه بعملية وهو أعطى البائع اثنين من الأقواس وأراد أن يأخذ أربعة، ولما أخذ الأربعة وأخذهم صار عليه البائع، رفض العملية. قالوا لماذا؟ قالوا توقف، أرجع له الاثنين الأقواس وأرجع أربعة أكياس من الحنطة، ثم أخذ منه واحدا وأعطاه الاثنين، ثم أخذ الثاني وأعطاه اثنين. قالوا الآن نعم. فاحتار في فهم
هنا تقول ما علاقة هذه الحكاية باللغة؟ سرها في اللغة. عندما بحث في لغة تلك القبيلة وجد معجمها رياضي فيه ثلاث أرقام، فيه واحد اثنان كثير، واحد اثنان كثير. فأنت عندما تأخذ ما فوق الاثنين فحال خديتي مليار، خديتي مليون، خديتي ثلاثة، غششت في العملية التجارية. الفكرة هنا أين؟ هو أن اللغة فعلا كما يقول بن فينست تنظم رؤيتنا إلى الوجود وإلى الأشياء، بمعنى أن هذا العقل فيه مقولة لتنظيم الوجود أو مقولات لتنظيم الوجود. منتهى ما سيصل إليه كانط هو عندما خلص إلى القول بتحديد مقولات تنظيم الوجود في العقل، فوضع هذه المقولات. وهنا أستسمحكم لأحاول أن أوجز عملية التركيب النقدي ونقد الميتافيزيقا عند كانط. لو رجعنا إلى ما انتهينا من قوله عند الحديث عن ديفيد هيوم، نجد أن مفهوم العقل مع الفلسفة التجريبية الذي صاغته الفلسفة التجريبية اصطدم بمآزق واستحالات عديدة. لا تظنون بأن التجريبية عندما انتقدت العقلانية قد أقامت بديلا يخلو من الاستحالات والمآزق، هي أيضا وصلت إلى لحظة اصطدام خطيرة. كما أن النموذج الثاني داخل نظرية المعرفة التجريبية لم يستطع حسم الإشكالات الكبرى، مثله في ذلك مثل مختلف التنظيرات الفلسفية التي سعت إلى اختزال مفهوم العقل. دائما المذاهب، وهذا هو محدودية المذاهب، المذاهب الفلسفية كيفما كانت فيها نقطة اختزال، وهذا هو ضعف العقل البشري. العقل البشري أمام الوجود كقدرة الإبصار أمام المكعب، لا تستطيع أن تلم به بنظرة واحدة.